بادرت محمية جبل حرمون الطبيعية قبل أيام إلى إضافة عنصر حيواني جديد مع إطلاق نسر الجريفون بعد التأكد من سلامته وقدرته على الطيران. إن هذا النسر الأوراسي من الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو من الطيور الجارحة قديمة العهد، ويعتبر نادر الانتشار نظراً لطبيعة حياته ونظامه الغذائي. بحب طمن كل الناس انه هذا الطائر هو من الطيور الكاسفه، لكن اللي بتعيش على الجيف، يعني ما بتصطاد. مش مثل ما الناس بيتداولوا انه هذا بيقدر يحمل الجدي وبيقدر يحمل الولد، هذا الشيء غير صحيح ابدا. هذا الطائر بيعيش على الجيف وبيعيش بالاماكن اللي بيكثر فيها موت الحيوانات، مثل الصحاري، مثل الجبال الشاهقه، مثل المناطق الحاده بمناخها. الإطلاق حصل بحضور النائب وائل أبو فاعور، الذي شدد على أهمية المحمية ودورها في حماية التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. هذا الطائر من الطيور النادرة ومصنف على السلم الأيوسيان لتصنيف الحيوانات، هو غير مهدد بالانقراض، لكن بمنطقتنا ببلادنا هو مهدد إنه ما عاش يزورنا، لأنه ما في عنده بيئة حاضنة له، ما في عنده نظام غذائي بيقدر يعيش عليه، ما بيقدر يضل موجود عندنا بشكل دائم. للأسف في كثير تعديات عليه، إن كان من الناس اللي بتقوس الطيور، إن كان من فضلات الطعام اللي ما بيلاقيها الطائر، فمشان هيك مش كثير تواجده بلبنان. نسر نادر ينضم إلى النسيج البيولوجي في محمية جبل حرمون الطبيعية، وهذا النشاط إن دل على شيء فهو دليل على أخذ المحميات دورها الطبيعي في حماية الطيور والكائنات.